الاثار. انا ما بخافش من حد وبقول اللي انا عايزه في وقت ما بحبه. شايف الوضع كده وشايف فبراحتي اطلع بك اطلع بك والناس كلها متلككه ناس معها ومتنكه امور البلد مش في السكه فلوس كتير راحت في السرقه رئيس عامله مفيش تهديد ودي نتيجه التحليل راح الحلم جميل بس طريقه لسه طويل ومفيش تغيير بعد الثوره بكل كبير دروس تعبير كلامنا كتير ومفيش تنفيذ تحريض على الحرب مفيش تجسيس والعاده انا مفيش تعريض ياما حاولنا نعيش في سلام عدانا ردوا الدم ملونا الام خلاصه الكلام العربي في كل مكان متهان اعدام صدام زي خرفان احكي لك قصه كان يا مكان في واحد عايش من زمان جديد وفي اخواته وفي وقت الحرب عدائهم ماتوا وفي يوم من الايام اتفرقوا عشان الماده خانوا العهد عدائهم عدوا احتلهم غزه خلوهم واحد ورا التاني قوانين دوليه محتاجه لمحامي في الاحداث العالم ده محتاج لفتوه معاكم راجل واخدها بقوه الاقوى هو الاعلى والحلم العربي دايما اغلى حالنا الدهور لازم نعلى بقيادتنا العالم احلى لازم احنا نعدي محنة ونرجع تاني اعظم امة والتعبان نكسر سمر كلام في سلام اعلام كذاب احنا دخلنا في السرداب طفل الدلع سبته وخاب لما كبر عاش في عذاب كلاب وذئاب ما اشوف لحمه كانه كباب قلبك غاب قانون غلاب بقينا احزاب واتحكموا فينا كلاب من بره عاشت مصر دايما حره متفككه ناس معاها ومتنكه امور البلد مش في السكه فلوس كتير راحت في السرقه رئيس عميله مفيش دليل ودي نتيجه التحليل الحلم جميل بس طريقه لسه طويل ومفيش تغيير بعد الثوره بكل كبير ودروس تعبير وكلامنا كتير ومفيش تنفيذ تحريض على الحرب مفيش تجسيس والاعداء انا مفيش تعريض ياما حاولنا نعيش في سلام عدانا ردوا بدم ملونا الام خلاصه الكلام العربي في كل مكان متهان اعدام صدام زي خرفان احكي لك قصه كان يا مكان في واحد عايش من زمان كانت ايده في ايد اخواته وفي وقت الحرب عدائهم ماتوا من الايام اتفرقوا عشان الماده خانوا العهد عدائهم عدوا احتلوا غزه خدوهم واحد ورا التاني قوانين دوليه محتاجه لمحامي كلامنا كتير ومفيش تنفيذ